اتفضل. الله يسلمك. ما قولك في أبي حنيفة يا شيخ؟ أنا أعلم أنك تقول عليه أنه فقيه مشهور وفي الحديث ضعيف، لكن يا شيخ الإمام أحمد ومالك والشافعي تكلموا فيه، فما قولك بارك الله طب فيك؟ هل لماذا أنت نعتبره هل من أنت أصول الإمام عفوا أحمد؟ عفوا عفوا هل أنت قرأت كلام سفيان الثوري فيه؟ لا والله يا شيخ لم يرد عندي قول لا، سفيان. راجع راجع الكلام. على العموم أنا لا أنشغل بهذا كثيرا، كلامي فيه من الناحية الفقهية هو المشهور، أريد لأن الحق فقط يا شيخ بارك الله نعم فيك، لا أريد الطعن في أحد. نعم كنت أريد الحق فقط، لا أريد الطعن في أحد لا، بارك الله كلامك فيك. تريد الطعن في أحد، كلامك يفيد كده، أنت لا تريد، لكن كلامك يقول زي اللي يقول لزوجته أنت طالق، يقول أنا ما أريد أقول لها أنت طالق، أنت قلت، أنت الآن يا قلت شيخ طعن فيها. أنا عفوا اسمي فتحي. عفوا، سؤال بس، سؤال، أين طعن الشافعي في أبي حنيفة وما قال؟ أين المصدر؟ لا هي أقوال يا شيخ، أنا أنا فقط بسألك. يعني أتأكد من لا حضرتك أنا بارك والله الله يا فيك. أخي الكريم، أشوف أنا إذا حققت القول في أبي حنيفة، مثلا أنت ذكرت الشافعي، أيوة لن آخذ كلام الشافعي من مصدر آخر بعيد، آخذ كلام الشافعي من كتب الشافعي أو من الشافعية، آخذ كلام الشافعي من كتب الشافعي أو الشافعية، وأنا ما أعلم والله، والله ما أعلم هل الشافعي طعن فيه في أي كتاب من كتبه أم لا، إنما واحد ينقل عن الشافعي، طب ما الشافعي كتبه موجودة، واحد ينقل يا عن شيخ مالك، أي بس صبرا علي بس، لأنك رميت شيئا، الإمام مالك أنت قلت طعن فيه مالك، عفوا أين طعن الإمام مالك فيه؟ لا أقصد كلمة طعن، أقول ذما، يعني أقصد أنه ذمه. ما عفوا، ما ايا كان الكلام، اين ذم مالك لابي حنيفه؟ والله قد قرأت ذلك على موقع. وهل هذا انت تعرف ان النت لقيط ولا غير لقيط؟ اذا واحد الان يا شيخ طعن فيك، فلذلك أنا أسأل، يعني أنا أستفسر والله انا ما اعلم بارك يا الله اخي، فيك. لا اعلم الا نقولات عبد الله بن احمد، ونقولات عبد الله بن احمد عليها بعض التحفظ نعم يا شيخ. في كتب ترجمه ابي حنيفه موجوده في كل الكتب، يعني مش نعم. الآن اضغط أبو حنيف، ترجمة أبي حنيف، خرجها من ميزان من خرجها من عموم الكتب، خرجها من تهذيب التهذيب، خرجها من سير أعلام النبلاء، خرجها من ميزان الاعتدال، خرجها من عموم الكتب، مش لازم تقتصر على كلام عبد الله بن أحمد الذي قد يكون هناك عدة مصادر للاستقراء ترى كلام العلماء في أبي حنيف، لا تأخذ من واحد فقط، لا ممكن تأخذ أسأل من كلام يا شيخ؟ واحد. نعم ممكن أسأل سؤال كمان بعد إذنك؟ اتفضل، بس انت عرفت الجواب كيف، ان انت لما تأخذ ترجمة مثلا الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي نعم رحمة الله عليه، خرج كنت اقوال العلماء في الشافعي عموما، لا تأخذ كلام الشافعي من عالم واحد، تظلم. حاضر يا شيخ. وانت عارف ما في رجال من رجال الأسانيد، البخاري يقول فيه نظر واحد، ابن مان يقول ثقة، ليس أبو حنيفة، البخاري يقول فيه نظر وهو أدنى مراتب الجرح عند البخاري، أن يقول فيه نظر، وفي ذات الوقت ابن مان يقول ثق. فأنا إذا حاولت أن أجمع ترجمة عالم كما هذا تفضلت أبحثه من عموم الكتب، فالذي أعلمه عن علمي القاصر، نعم هناك من طعنوا في أبي حنيف أعلم ذلك جيدا، وهناك قلة أثنت على أبي حنيف، ولكن أعلم أيضا أنه في الناحية الفقهية، الناحية الفقهية أبو حنيفة كثيرا ما يبتعد عن الدليل الخاص ويلجأ إلى الدليل العام، يلجأ إلى الدليل العام، لكن شهرة أبي حنيفة كما أسلفنا في الفقه ليست في العقيدة، ما أعلم له كتابا في العقيدة الذي كتاب ينسب إليه الفقه الأكبر نحو ذلك، لكن مطعون في نسبته إليه. اما ان واحد ينقل ان ابو حنيفه ستيب من الكفر 3 مرات ويتكلم كلام زي كده، محتاج تواتر حتى ننقله. نعم يا شيخ، شكرا. جزاك الله خير.